يقال أن محسن العزاوي بعد ما عاد من تشيكوسلوفاكيا وقدم مجموعة من الأعمال كانت مذهلة في مسيرة المسرح العراقي، كانت مجددة بشكل كبير. شنو اللي صار عند الأساتذة اللي شافوك والطلبة؟ الحقيقة أنا اكتنزت من الدراسة في الأكاديمية في براغ مهنية عالية، فلم يعد بالنسبة لهم التجريب أو الجرأة الفنية في ابتكار إخراجي أو إلى آخره، أصبحت حالة طبيعية. فلما اشتغلت في المسرح الوطني التشيكي لمدة 3 سنوات أصبحت بالنسبة إلي هذه الصور التي أشاهدها وهي طبيعة الإخراج اللي شاهدتها، سواء كان ببراغ أو كان بإسبانيا، وكان مع الأستاذ سامي عبد الحميد شاهدنا عروض غريبة عجيبة بحيث الناس اخترقوا كل الجانب السلوكي والإخلاقي أن يقدموا عرض تجريبي مسرحية حلم لي الصيف. الذي حددني فيما بعد أن اللغة العربية في 70-60s كانت لا تلامس مشاعر وإدراك الجمهور طبيعة الجمهور. شنو الفرق بين المسرح الأوروبي والمسرح العربي بهذه الفترة؟ شنو ينقص المسرح العربي حتى يرتقي ويوصل لمصاف المسرحيات الأوروبية؟ لا يمكن المقارنة بين المسرح الأوروبي الذي كل العناصر قضى عمره 5000 سنة، وين بعد المسرح الإغريقي وبعد المسرح الروماني وبعد تجارب عديدة أن يجتهد في أن يقدم المسرحية التجريبية، وإحنا نأتي في العراق بالـ60s-70s نجرب التجريب على جمهور كان ينقص الأمية أيضا إلى درجة بحيث دارة السينما والمسرح آنذاك فتحت صفوفا لبعض الأعضاء في فرقة قومية لتعلم اللغة العربية. كانوا لا يفهمون ما يتكلمون اللغة العربية، والله يرحمهم كثيرات من كنا يشتغلون كومبارس، ولكن الموظفات كانوا اضطروا أن يفتحوا باب الأمية لهم. ولذلك كانت الوضع الاجتماعي، والآن كان التاريخ يعيد نفسه أيضا، رجعنا من الصفر ورجعنا أخطر من وجهة نظرك. أخطر ليش؟ لأنه إذا قارنت القدرة الثقافية في تلك الفترة كان مستوى الثقافة وانعدام الجهل العمومي بسبب فتح المدارس فتح الأمية كانت هذه المدارس شائعة في المحلات الشعبية، ولكن الآن ارتفعت نسبة الجهل الأمية كثيرا. والجهل حينما يبسط ذراعيه يكون هناك المخاطر، تكون هناك المخدرات، تكون هناك الجرائم، ولذلك كله يرتبط بالثقافة. عندما يكون المجتمع مثقف ينحو نحو الإبداع. مسرحيا اللغة العربية الفصحى في خطر؟ العربية الفصحى أنا أؤكد أنها في خطر، لأن الذين يتحدثون الآن في التلفزيون على مستوى اللقاءات على مستوى مسؤولين أيضا لا يتكلمون اللغة العربية الفصحى.